نساء بأفكار وآراء وجلسة يحلو فيها اللقاء. جلسة ونسى الآن. اهلا ومرحبا بكم معنا اليوم في حلقه جديده من جلسه ونسى. المدبيه اليوم تحضروا الحلقه كامل مع بعض لانه موضوع مهم جدا، موضوع جدي راح نسحقكم تحضروه مع عائلتكم ومع اولادكم خصيصا. موضوعنا النهار اليوم راح يكون مواقع التواصل الاجتماعي، رقيب اجتماعي يكافح الفساد. وما حاش نكون وحدي في حلقه اليوم، راح يكونوا معايا زميلاتي الجميلات. اتفضلنا مشكورات. راح نروحوا فاصل ونعود ونرجعوا معاكم. عاودنا رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين، وحبيت نرحب صديقاتي وزميلاتي اليوم. هنا غزار، مرحبا بك. يا مساء الانوار عليكم كلكم، توحشناكم بالوردي وجودكم جميلة. لازم نكون قد جمالكم وجمال حبيبتي. الجمهور الجزائري حبيبتي، شكرا سميه. لو نخرج عليك بزاف حبيبتي. مساء النور اميره، مساء النور على كل المشاهدين. كيف قلتي حلقه مميزه اليوم، مهمه خصيصا، الموضوع مهم جدا. كل البراءه وجمال شهرزاد كرشني، مرحبا بك. الله يسلمك. ميرسي اميره، يعطيكم الصحه. ان شاء الله نجوزوا حلقه مليحه ونتعلموا بزاف عفايس اليوم. راح نتعلموا بزاف حاجات لانه مواقع التواصل الاجتماعي كما على بالنا ولات هي المستقبل، وبزاف ناس راهي حاضره فيها وخصيصا الاطفال، وفيها تحضر فيها عفوا مشاكل. راح نعالجوها اليوم وراح نسالوا اسئله، وضيوفنا مهمين جدا. نستقبلوا ضيوفنا لنهار اليوم. راح يكون معنا محمد كانون، مسؤول قسم الملتي ميديا في قناه الشروق، وراح تكون معنا ضابط شرطه رئيس واطار بفرقه مكافحه الجرائم المعلوماتية. تفضلوا معنا، مرحبا بكم السيدة جلاب أسماء. السيدة جلاب أسماء، مرحبا بكم. مرحبا بك. أهلا، مرحبا بك معنا. مرحبا بكم ومرحبا بنا عندكم. يعطيكم الصحة على الدعوة. الموضوع اللي هدرنا عليه ورح نهضروا عليه اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي، رقيب مجتمعي يكافح الفساد. أنا أول نبدأ بك، نفتح بك النقاش تاع اليوم اللي هو بما انه ناس بزاف تشوف المعلومات على عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصيصا الاخبار، وكيفاش نقدروا نميزوا بين خبر صحيح وخبر خاطئ؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني شفنا انه كاين ظاهره خاصه في الاونه الاخيره مع التطور التكنولوجي هذا، الناس تستعمل دوك بزاف الهاتف، تستعمل الاخبار، تحب تحوس الخبر اسك صح ماشي صح. يعني احنا كقناه نتحروا من الخبر، نتحروا من الخبر. يعني كان عدة طرق اللي نتحروا منهم الخبر، وهو يعني إذا كان يعني خبر نقدر نتأكدوا أول طريقة اللي نستعملوها هي عندنا صحفيين، يعني عندنا قاعة التحرير، هي لازم يكون اتصال مباشر يعني بين القسم تاعنا والقسم تاع التحرير، ونقدروا نأكدوها من صحفيين هل الخبر مؤكد. إن لم يتأكد من الخبر هناك عدة طرق، نعود نروح يعني لطريقة أخرى وهي طريقة يعني التحري من الخبر من المصدر، سواء يكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه كل مقرات يعني دوائر وزارية أو يعني مؤسسات أو هيئات رسمية عندها صفحات فيسبوك رسمية موثقة، يعني أو نقدروا نتحروها صفحي يعني في الفيسبوك تشوفي أسكت مثال حطوا البيان ولا ما حطوش، يعني لما حطوش البيان يعني ممكن نقدروا نقولوا باللي الخبر غير صحيح. الآن كاين تطور، يعني دوك نستعملوا تطبيقات وبرامج كاين تطبيقات وبرامج مجانية وكاين غير مجانية. يعني المجانية هي معترف بها، يعني جوجل فوتو تحكمي يعني الصورة تحطيها في جوجل يعني يعطيك كل التفاصيل تاع الصورة. نحن نمة القناة وصفحة رسمية، يعني لو نزل الخبر سواء كان خطأ أو خبر صحيح الناس تحسبك أنه أنت مصدر. أكيد فهمت، أنت راكي مصدر الآن. يعني أكيد. أنا نقدر نوجه الرأي العام، يعني إذا كان خبر خاطئ
وخاطئ وحطيته وانا نتحمل مسؤوليته لانه خبر خاطئ والناس راهي تتابع فيك المصداقيه وعندنا متابعين بزاف في صفحات شروق يعني صفحات شروق يعني كلها عندنا قرابه 15 مليون متابع انت تحطي خبر هكذا تخلي توجهي راي العام لذا طريقه النشر كاين معايير للنشر هاد المعايير لازم نلتزموا بها لانه رانا نخدموا في قطاع اعلام يعني احنا نوجهوا الناس احنا نعلموا الناس حتى شعارنا يعني في الشروق نيوز هو كن اول من يعلم نعم شعارنا ديجا في الشروق نيوز يعني ما لازمش نغلطوا ما يخليناش الفرصه انه يعني يكون خطا نحترموا الشعار يعني كما يقولوا لاموند ديجوس نحترموا الشعار والمهنه لانه الناس تحسبنا مصدر حضرات عندنا لك بزاف اسئله والمشاهدين على بالي بلي حابين يستفادوا من هذا الموضوع لانه مواقع التواصل الاجتماعي حاجه جديده على بزاف ناس يعني الناس تتعرض للاذى فيها حبيت نعرف شنو القضايا يعني اغلبيه القضايا اللي تجيكم في هذا المجال الو شوفي بالنسبه نقدر نقول لك نوع القضايا اللي يجونا بنسبه كبيره نقدر نقولوا حتى 60% هي قضايا مساس بحرمه الحياه الخاصه للاشخاص هذا واش يتضمن تهديد تشهير القذف السب الابتزاز هذوما كما نقول لك جينيرالمون سي سا واش انا نعالجو يوميا عندك قضايا كما نقول لك اللي تصاعدت وتفاقمت هذه الاونه الاخيره سي بيان قضايا النصب والاحتيال لي سكروكري كيما يقولوا لك باغ انترنت عندنا قضايا ثانيه القرصنه كيما يقول لك انا عمال بيغاطاج ولا الاخرى سي بيان النسب قليله وعندنا ثانيه قضايا زعما تاع لو بيغاطاج تاع سيستم انفورماتيك تاع ولا سيستم دو سيكوريتي تاع لي سوسيتي مي هذاك زعما سي قليل واحد 5% هكذاك اللي نعالجوهم الاغلبيه راهي ابتزاز نعم طيب حضرات كيف تتعاملوا مع هذه القضايا مثلا قضايا التشهير قضايا السب والشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش تتعاملوا معها هل يعني ما هي الاجراءات الاجراءات انه زعما جميع زعما الشخص تعرض لنوع كما نقول لك نوع من هذا الانواع تاع اللي داخلين في المساس بحرمه الحياه الخاصه للاشخاص انه يتقدم كما نقول لك الاقرب مركز شرطه ولا يتقدم من الفصيله تاعنا الفرقه تاعنا بلوتو اللي مختصه في مكافحه الجرائم المعلوماتيه الوغ المواطن يتقدم لنا ناخذ كما نقول لك القضيه تاعو بعين الاعتبار يجي يرسم شكوى على مستوانا او كما قلت على مستوى المحكمه المختصه يعني عنده لو شوا المواطن كما يقولون وين يشوف الراحه تاعو انه كاين بزاف بنات على مواقع التواصل الاجتماعي نساء يتعرضوا للتهديد بصور وهاد الحاجه تخليهم ما يعيشوش حياه عاديه يعني كيفاش انتم تتعاملوا مع هاد القضايا اسكو كاين سريه فيها هي إذا كانت كما نقول كان الشخص المواطن اللي يحب يشتكي يكون قاصر يعني توجب عليه يكون مع الولي الشرعي تاعو ويتقدم للمركز مع الولي الشرعي تاعو وإذا كان بالغ كما نقول لك أصلا هو يمثل نفسه ما يسحقش زعما يلحق يقدر الأهل تاعو يلا أنا حبيت نسقسي محمد كانون بما أنه مسؤول قسم الملتي ميديا عندنا في قناة الشروق احنا قلنا أنه مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تكافح الفساد فأصبحنا احنا كصحفيين ناخذ المعلومة من مواقع التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان ونتأكد من صحتها باش ننشروها نفس الشيء تقوم كذلك دور رجال الشرطة أنهم يأخذوا بعض المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي شفنا في الآونة الأخيرة العديد من الفيديوهات اللي خضعت يعني مجراها مع الشرطة وين لقاو القبض على العديد من المجرمين شفنا سرقة الهاتف شفنا أكسيدون وقيلة ولا المراوغات في الطريق يعني ياخذوهم كل هذه الفيديوهات ياخذوهم من مواقع التواصل الاجتماعي فسؤالي راح يكون لك ولي السيدة كذلك أسماء محمد سمية يعني أصبحت الآن المواطن يعني عنده ثقافة التبليغ ثقافة التبليغ هو يعني يحكم الهاتف يصور ويحب يوصل يعني يحاول يوصل النداء تاعه باي طريقه يعني للجهات المختصه او الجهات الامنيه يعني الجهات القضائيه ولا والحمد لله يعني من جانب الامني يعني الحمد لله دوك الجزائر عندها كاميرات مراقبه في كل مكان ولا انا نظن يعني من جانب الاعلامي هي نقدر نمد مساعدة ولو بالقليل يعني نقدر بالك نساعدهم شحال يحقق من فيديو يعني ربما في اليوم من هذه التبليغات
الاونه الاخيره كاين ثقافه التبليغات بزاف، يعني ممكن من لحقنا حتى الخمسه الى ست تبليغات يوميا. ست تبليغات يوميا من داك 10 تبليغات، 10 تبليغات يعني من بين 10 تبليغات او 15 تبليغ، يعني عندك خمس فيديوهات يكونوا متشابهين لانه قضيه ولا راي عام. كما يقول لك الجزائر ولا العاصمه كما يقول لك كاين باغتو لي كاميرا، الوغ ما واحد باش يفيتي تشهير ولا بلاد كاين. كما يقول لك عندنا كما قلت تطبيقات الو شرطه، عندنا الرقم الاخضر تاع 1548 تسمى ولا رقم 17 يقدر يتصل قال في البلاصه الفلانيه هكذا. حنا جينيرال حنا باغتو كما يقول لك كاع لي زون كاين دي كاميرا سور بلاص، قال في البلاصه الفلانيه او صرا هذاك ايزومي. حنا جينيرال وي شهرزاد نعاود نرجع لك لانه ما سمعناش صوتك. وشنو تعليقك على هذا الموضوع؟ انا نسمعكم وفي نفس الوقت راني نخمم، خاطرش تقدر تكون هذه الظاهره ثاني خطيره بالنسبه للشعب بالنسبه للناس. انا ساعات ما تعرفيش كاين يقول لك نفضح شخص او يدير حاجه ماشي مليحه بالنسبه ليه، يقول لك نفيلمي هذا الشخص ولا هذا الانسان ولا يدير حاجه ولا ومن بعد ممكن كي يحطها في مواقع التواصل الاجتماعي بالهاتف نقدروا نشوفوا واش كاين، نقدروا حنا نبارطاجيه ونشوفوا حاجه. بصح في نفس الوقت تقدر تكون خطر. انا وحده كاين بزاف لي فيديو نشوفهم في لي ريزو سوسيو نحشم في بلاصه العبد، هما من ناحيه شوفوا واش دارت، شوفوا واش دار، ما كاينش هذيك حسن النيه ساعات. وانا نخاف ونقول لازم الواحد يصيب توازن، ما ماشي من حقي نروح نفيلمي اي واحد اي شخص او يدير حاجه ما دخلنيش يا اخي، ما قاسليش حريتي، ما قاسليش. نخاف انايا ما نكذبش عليك نروح نفيلمي ناس هكا. تما لازم الواحد يصيب وشنو هي لا ليميت، حتى وشنو هو الحد، وشنو هو الحد اللي نقدر يعني بدك نقولك يعني انت تنتهي حريتك عند بدايه حريه الاخرين. اكزاكتو يعني ما تنسيش بحريه الاشخاص الاخرين. كما كانت تقول حضارات انه ما لازمش برك يعني نصور وجه هذاك الشخص ولا مليح انك تبلغ. وثاني انا حاجه اللي انا ضدها وحبيت نتشاوركم فيها انه كي يكون حادث سياره ولا حادث هكا تاع موت ولا نشوفوا ناني ناس صرات لنا احنا في العائله انه صوروا واحد راه يموت ولا راه يعني يلقي في انفاسه الاخيره وما يحترموش العائله تاعو. يعني كاين عائلات فاقت باللي شخص مات من عائلتها عبر فيديو، هذا شيء جارح جدا. انا نشوف دوك يعني فيما يخص النقطة هذه مهمة كانت، خاطرش علاش؟ كيما مثال أنت تقولي حادث مرور هو مصور وميت ولا، لازم نحترموا العائلة تاعو ولا ما نقدروش نشروا الخبر، نشروا الخبر بالك العائلة تاعو مازال ما سمعت، أنت بالك تصدمي العائلة تاعو وأنت ما على بالكش، بالك درتي يعني مشكل في هذيك العائلة وأنت ما على بالكش. كما قلتي كاين بعض يعني الخطوط ما لازمش تجاوزيها، يعني كاين بعض الخطوط بالطبع. انت كما تقولي واحد حالات سرقه، نحن يعني بالك في القناه احنا نفلوتي الوجه ولا نستعملوا تقنيات اللي ما نقصوا حرمه الشخص ونديروا ثقافه التبليغ يعني بطريقه مهذبه. يعني كاين كرامه الانسان، كاين هذا الشخص عنده عائله، كاين هذا الشخص عنده بالطبع يعني لازم تمشي معها وتوافقي معها. انا حبيت نسقسي الاستاذه اسماء، احنا قلنا انه مواقع التواصل الاجتماعي هي رقيب تكافح الفساد، وحنا على بالنا انه يعني الشرطه في بعض الاحيان هناك فيديوهات تعرقل ربما تحقيق الشرطه. لما يتنشر هذاك الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي ربما ما راحش يخلي الشرطه انها تؤدي المهام تاعها ولا التحقيق تاعها، يعني ما شحت كانهم يعرقلوا لها هذاك. هل يعني في بعض الاحيان طحتوا وين كانت عندكم يعني قضيه ولا كانت عندكم حاجه هكذا ومواقع التواصل الاجتماعي لما تنشر هذاك الفيديو ولا ما قدرتوش، ربما هذاك المجرم يهرب ولا يصرى لكم عرقله، يعني موقع التواصل الاجتماعي تكون عرقله في الوصول الى في بعض الاحيان؟ نعم، باسكو هذاك تولي هذاك الشخص هذاك على باله باللي زعما كاين كاميرات حكموه ولا وجهه زعما كيما يقول لك بان هكذا الى يغوشيرشي الوغ اللي زعما يدير ديميدي فيه باش يهرب والاخر الوغ باش تعرق لك. إيه انا كنت حابه نعرف بالك الى عندك نصيحه حضرات. درك انا كمواطنه نشوف حاجه صرات قدام عيني بالك تكون جريمه بعيد الشر، واش تنصحي؟ اسكو لا فيديو هذيك تتبعت لعندكم؟ اسكو نعيطوا لكم ونقول لكم ها هو واش صاري في هذا المكان شوفوا بلي كاميرا تاعكم؟ وشنو هي الحاجه اللي تقدروا تنصحوا المواطن يديرها في حالات كيما هذه؟ كي واحد يحب يعاون كيما كنا نهضروا على حسن النيه، يحب يعاون في انكيت في حاجه
وشنو هي لا فاصون المليحه اللي يدير اللي لازم هي كما قلتي حسن النيه باسكو هادو لي ريزو سوسيو سي كيما قلت لك سلاح ذو حدين دوك سا ديبون كيما قلت الانسان كيفاش راح يستعملو دوك انتيا درتي داك الفيديو هذاك من باب انك باش تعاوني رجال الشرطه وكيما نقول لك باش يوقفوا هذاك وتنقص الجريمه في هذاك الاخر ولا من باب زعما انك تشهري بهذاك الانسان مالا انا غير نشوف ندير فيديو ونبعثها لكم ليكم على وين نقدر نتصل بكم ليزابليكاسيون اللي كانت تقول عليها ولا تتقدمي انا يعني رايي كيما نقول لك انك تتقدمي اقرب مركز شرطه حنا قربنا كيما نقول لك مركز الشرطه للمواطن الو سينو قلت لك كاين الارقام سواء الابليكاسيون تاع الو شرطه ولا الرقم الاخضر تاع 1548 ولا 17 شرطه مكافحه الجرائم المعلوماتية موجودة وعندها تمتلك يعني ممكن ديزاباري ولا إمكانيات متطورة تخليكم أنه تجبدوا إنسان مين ما كان لأنه صاروا الناس بحكم أنهم متخفيين يعني وراء دي بسودو أسامي مستعارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هنا عندنا كما أقول لك في العدالة قطب جزائي متخصص في مكافحة الجرائم هذوما المعلوماتية الو كيما نقول لك المديريه العامه للامن الوطني عندها كيما نقول لك الامكانيات سواء الماديه سواء البشريه انها باش كيما نقول لك تقدر توقف جميع واحد يرتكب جريمه عبر مواقع باستعمال الانترنت. سؤال باش ما نشتكوش بزاف انه كاين بزاف عصابات نقدروا نقولوا اللي تاجر بممنوعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هل هذه القضايا تعالج في اكيد هنا كيما نقول لك عندنا خليه اليقظه انها الدور تاعها تصفح كيما نقول لك بشكل دوري يومي كيما نقول لك واش يدور في المواقع التواصل الاجتماعي في الصفحات كيما نقول لك واش يتباع واش هذا كيما نقول لك سواء كيما نقول لك مواد محظوره اسلحه اوراق نقديه مزوره كيما نقول لك من جميع حاجه ممنوعه تعرض للبيع حنا كيما نقول لك نريبيريوها ونخدموا عليها كيما باش نعرفوا كيما نقول لك الفاعل شكرا حضرات وشكرا محمد فنون على تدخلكم اليوم وعلى المعلومات اللي فيها اكيد على بالي حتى تختمي لانه خدينا لا ما حاش نختم نقول حاجه مهمه جدا لانه انا قدمت اكثر من قضيه وتعالجت معاهم وجبدوا لي مام اسماء الاشخاص اللي يعني داروا لي مشاكل وقذفوني وتقدموا داروا لي مشاكل في مواقع التواصل الاجتماعي نقول لكم شكرا دائما الشرطه موجوده في خدمه الشعب لهذا نطلب منكم انكم كي تصير لكم مشكله تقدموا الى الشرطه احسن شيء تقدروا ديروه في حياتكم اكيد وانا كذلك حبيت نعلق على شيء لانه محمد كانوا معنا في الشروق انهم حتى قسم الملتيميديا ياخذ دورات مع الشرطه في واش ينشر على الصفحه الرسميه لقناه الشروق ام لا انت باختصار نعم محمد نحن كقناه يعني او مختلف القنوات يعني نتكلم على القناه تاعنا في خاصه في قسم الملتيميديا يعني بالمناسبه انها نحيي يعني امن ولايه الجزائر اللي هما في اتصال دوري يقوموه معنا خاصه يعني اذا كانت قضيه خدات راي العام نعرف بلي انه بعد 3 ايام ولا يومين 24 ساعه يوقفوا الفاعل ويقول لك هاي لك القضيه اللي صح. القضيه اللي تكلمتوا عليها هاو الفاعل يعني نشروها لهذا نولوا النقطه تاع انه المواطن اصبح الان تنقص شويه الجرائم هذه او الافعال يعني سيئه خاصه صح. في الطرقات او السرقات ولا تنقص يعني المواطن الان دوك ولا مثالي يعني يمشي في طريق يحب يلعب بالطوموبيل يقول لك ما نلعبش بالطوموبيل كاين لي كاميرا يشوفوني خلاص يقدروا يعني القضيه يخاف. تعالج في 24 ساعه صح. لهذا عندنا اتصال دوري معاهم يعني البيانات او اي حاجه تنشر احنا نتصلوا بهم هما يتصلوا بنا تنشر ما تنشرش هل القضيه تمت معالجتها تقول تمت معالجتها دوك يعني نحضروا بيان والبيان هذاك نستلمه لكم وتقدروا تنشروا البيان يعني من هذا الباب انه انا نظن انه خاصه الشرطه تقوم بدور كبير جدا وراهي تساهم يعني كبير بنسبه كبيره في انخفاض معدل الجرائم او الحوادث. الشرطيه السيده حضرات يعني نحب النساء الجزائريات لما يكونوا متمكنات قوه وصرامه وجمال ملكه جمال يعني الشرطه موجودات في كل جمال الشرطه الجزائريه تبارك الله عليك ملكه جمال الشرطه الجزائريه نعطيك الشرف ليا اذا يسمحوا لي فيها يعني اكيد نشكركم على حضوركم وان شاء الله يا رب الناس تكون استفادت معنا وانه الشرطه لازم الانسان يتقدم لها في اي شكوى وان شاء الله قضايا الناس كلها تحل
وان شاء الله يعم السلام وتنحى المشاكل يا رب. احنا نروحوا في فاصل نعاودوا نرجعوا ليكم. عاودنا رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين في فقرة رؤية العقارية، ومعنا ضيفنا الأستاذ لطفي لورجان. مرحبا بك معنا. الله يسلمك، مرحبا بكم. صحة اليوم راح نستفادوا منك بزاف، لأنك مهندس معماري، درست دراسات عليا في إدارة وتطوير العقار، ومدير شركة ترقية عقارية إن شاء الله. واليوم راح نهضروا على موضوع الاستثمار، كيفاش الواحد، كم الناس تسأل وشنو هو الاستثمار، كيفاش نستثمر، أول استثمار ليا، هذا هو أهم سؤال شخص واحد كيسقسيه. أنا نظن قبل ما نتكلموا على موضوع الاستثمار بصفة عامة لازم نتكلموا على العقار بصفة خاصة. تعريف العقار وأهمية العقار في بالنسبة للمجتمع، وأهمية العقار بالنسبة للاقتصاد. إذا تكلمنا بالنسبة للمجتمع، أنا نقول باللي العقار هو وعاء كل نشاط. يعني يا فاد اكتيفيتي لو كان ما يكونش كاين انيموبيلي في الاغلب. في الاغلب، في الأغلب. صح وخطا. نتكلم في الاغلب، احنا لما نتكلم على كلمه عقار، العقار هو فضاء مبني او غير مبني جاهز للاستغلال. حاب يقول حتى اذا وصلنا للحديقه نقدر نسموها عقار، حاب يدير حديقه تسليه تعتبر عقار. ما نتكلموش على الاماكن الفضاءات الفارغه ولا الطبيعيه. في المقصود أنه العقار يعتبر جزء أساسي في المجتمع. حبيت تربي وليدك لازم له شومرة. يعني تقدر تربيها نفسيا واجتماعيا وتجهزه، بصح لازم له وعاء، لازم له مكان يتربى فيه، لازم له حديقة، لازم له ملعب يدخل ليه، لازم. وقيسي على هذه كل الميادين، السيديو اللي راكم فيه يطلب عقار. كاين دول عندهم مدن اعلاميه وين يقدروا يمكن يتورنيو دي فيلم كومبلي دون اون فيل ميدياتيك باغ اكزومبل. الوغ العقار بحد ذاته يمثل مرتين ثلاث مرات المداخيل الخام تاع الدول. يعني اذا مثلا تكلمنا على الدخل الخام للعالم السنة اللي فاتت يمكن يلحق 70 تريليون دولار. قيمة الممتلكات العقارية في العالم تلحق تقريبا 200 تريليون دولار، وتعتبر أكبر أصول في العالم. يعني صح. تفوت قيم السيارة، تفوت قيم المعادن، تفوت قيم كل الممتلكات الأخرى. أنا حنقاطع نروح نقعد في مساحة رؤية ونكملوا نقاشنا. مرحبا. أكيد وراح نسمع أسئلتكم في النقاش. يلا تفضل معي. أنا أخذ مكان أميرة ريا باش نقدر نتابع. يلا أستاذ لطفي، راح نسأل زميلاتي. نبدأ بك هنا غزار، عندك سؤال فيما يخص الاستثمار والعقار. أستاذ لطفي، من زمان إحنا كبرنا نسمع والدينا يقول لك أكثر شيء مستحسن في أنه واحد يستثمر فيه باش يضمن المستقبل تاعه أنه يستثمر في العقار. يعني كبرنا سواء بفكرة بسيطة أو أي إنسان كان متعلم أو لا، على باله باللي هذه باش يضمن المستقبل تاعه، يدير بويتة بدار الحاجة اللي قدر عليها باش. هل مازال هذا هو الضمان رغم وجود الصعوبات والحروبات والأزمات المالية والاقتصادية والأمور يعني كلها اللي دخلها في بعضها لأننا نعيشها اليوم؟ أي معمرة هانا. عارفة، حابة نعرف إذا العقار ولا الذهب وشو الاستثمار أكثر مور سكيور يعني أقصد. اكزاكتلي. شوفي، من ناحية اون بار دو بلاسمون دو فون، الإنسان عنده مدخرات معينة ومدى به يضمن قيمتها وفي نفس الوقت يستفاد منها وترجع له ارباح اذا امكن. نتكلم يعني باقي دول العالم ويمكن بخصوصيه في الجزائر. في باقي دول العالم عندك عده مجالات تقدر تستثمر فيها المدخرات تاعك. العقار يعتبر سبيل من سبل الاستثمار. عندهم البورصه، نتكلموا على الاسهم، الشيء اللي ماشي موجود في الجزائر. يمكن ثانيك عندهم في بعض الاحيان، مثلا في بريطانيا كاين تراست فاند وين الناس تستثمر في العقار عن طريق مجموعه من الناس من غير ما يستثمر في العقار. يعني فرادى ما يروحش يشري شقه ولا محل مثلا وحده، يروح يشري عن طريق تراست فاند. صح. مع مجموعه من الناس يكونوا 20 30 40 واحد. تشوف انه الحاجه راح تولي كاينه في الجزائر قريبا. انا نظن باللي الاطار القانوني لازم ينظر لهذا الجانب هذا. علاش الاطار القانوني لازم ينظر لهذا الجانب؟
لانه اكيد كل عائله ولا كل فرد الا وعنده مدخرات كبيره كانت ولا صغيره او صغيره صح صح ولازم نستغلوا هذه الجزئيه من المدخرات ونستثمروها في العقار. تفضلي شهرزاد. سؤال بسيط، انا حابه نشري دار الاولى تاعي نعيش فيها، وشنو هما المعايير اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار؟ الور لازم نفهموا باللي اختيار البيت الاول والبيت الرئيسي يختلف على واحد مثلا حاب يدير ان بلاسمون راح يستثمر، يختلف على واحد راح يشري ميزون سيكوندير وانسان نقولوا سيكوندير، معناتها كاين الناس اللي يقول لك انا ساكن مثلا في الشرق واني حاب نشري بيت في الجزائر ولا اني حاب نشري في وهران ولا نشري في قسنطينة كوميزون سيكوندير، ولا فرق ما بين واحد حاب يشري بيت باش يستثمر ويديرها بلاسمون دارجون. احنا نقولوا بيت ويمكن يكون حاجه واحده اخرى، يقدر يكون عقار تجاري، يقدر يكون محل، يقدر يكون مكتب، يقدر يكون اي حاجه. كيفاش يعرف انه البيت الرئيسي؟ البيت الرئيسي كي نرجعوا للبيت الرئيسي دائما انا الاقتراح تاعي يكون عنده علاقه بالعائله بحد ذاتها. في كاين ناس مثلا يفكر يقول لك انا قرب من الخدمه. اوكي تقربت من الخدمه انت استفدت ربحت شويه وقت من السيركيلاسيون وريحت شويه بالك. اول شيء الخدمه تاعك ثابته في هذاك المكان ولا متغيره؟ قادره تكون الخدمه متغيره، اليوم تخدم في شركه الف غدوه تخدم في شركه باء. الامر الاساسي والثابت اللي هو العائله، لانك انت عائله يمكن باربعه وخمس افراد او ست افراد لازم تشوف المخرج تاع العائله تاعك. اكيد تشوف المساحه تاع الـ تاع الـ تاع الـ ايضا العقار. نجيو يعني اول انا المعيار راني جايك في معيار الـ في معيار الـ الـ الميزانيه. نعم. ميزانيه تعشير العقار. انا الميزانيه تعتبر مطاطه. واش معناتها مطاطه؟ دوك نقول معناتها مطاطه. احنا في الجزائر بالعاده نتفاداو القروض البنكيه باش نروحوا نشريو عقار. تلقاه مسكين حياته كامل هو يلم ويلم 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 والعقار هذاك ويهرب عليه. سنا لقط 10 ولا 15 والعقار ويزيد ويلم. يلحق فانت كارير تاعو يا ربي يشري العقار هذاك، واذا شراه السلام عليكم. يعتبر نهايه فانت كارير تاعو. يتوفى. اكزاكت يعني والطريقه الصحيحه كما باقي المجتمعات العقار ما يقدرش يشريه واحد مولا 30 ولا 35 سنه ولا 40 سنه من جيبه. تكون عندك نسبه، تكون عندك وظيفه مستقره انت والزوجه تاعك ولا ضمانات وتشتريوا العقار اللي حبيتوه وتعيشوا به، وان شاء الله كي تلحقوا حتى تبيعوه ولا حتى يكون راس مال راك استفدتوا منه. على شهرزاد ونجاوبوا على الناس انه باش الواحد كيفاش يعرف كي يشري البيت الاول تاعو؟ يشوف لي كريتير لا فامي المام. دوك واحد ما نصيحتك هي تشوف لي كريتير تاع لا فامي المام، ما يخرجش الباب انه والله قريب من الخدمه تاعي. هذا هو النقطه. شكرا. نروح لسميه. يلا العديد من الاسئله. لما نقولوا العقار عنده يعني بزاف فروع لو دخلنا فيه يعني راح ياخذ كل حلقه وحلقات عديده. اكيد انا حبيت نسقسيك انه يعني المهندس لطفي كانت عندنا الفكره تاع زمان اللي جبناها من عند ربما الاباء تاعنا، لازم الكوزينه تكون كبيره، كبري الكوزينه وكبري الصالون وكبري، وشنو ربما هي المساحه اللي نقدروا نستغلوها ويكون عندنا فيها بيت ويكون عندنا فيها نركزوا الان احنا ربما شباب ولينا نحبوا مساحه اللي هو الاسباس مع البلش بالكون وين نقدروا نقعدوا فيه والاخر عكس ما كان يعني متداول، وشنو هي المساحه اللي نقدروا نكونوا فيها هكذا في العقار؟ انا نظن هذا سؤال هندسي وراح يكون الله اعلم حلقات واحده اخرى وين يكون حاضر فيها مهندس معماري راح يتكلم على السبيس بلانينج. صغير لا جيستيون. انا حبيت نختم هذه الفقره بسؤال عبالي بالناس هي تتساءل عليه مهم جدا اللي هو المدخول الميزانيه. عفوا انسان عنده ميزانيه حاب يشري بها هذا الدار، انت تنصحه انه يشري يصبر يطم بجيبه ولا يتلجا الى البنك او الدفع بالتقسيط؟ كاين انا شوفي انا سي بروتاغونيست دو فينونسمون بونكار. علاش بروتاغونيست دو فينونسمون بونكار؟ احنا ما راحين نكونوا خارج البوتقه تاع العالم، ما راحين نكونوا اكسترا اوردينار. العالم في التطوير العقاري كامل يعتمد على التمويل البنكي. وين ما يكون التمويل البنكي وين يكون التطوير العقاري يكون قوي ويكون وفره في العقار ويكون والناس تشري والناس تبني والناس تشري. امريكا مثلا تعتبر من اكبر الدول اللي تنتج العقار مبنيه على اساس المورجج. يعني اذا ما كانش مورجج ما تقدرش تكون الاندستري ليموبيلي. يعني لازم نرجعوا للبنوك والبنوك تعتبر مساهم رئيسي في التطوير العقاري. شكرا استاذ لطفي على كم الاجابات ديالك، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذه الفقره. نروحوا فاصل ونعاودوا نرجعوا لكم.
عدنا رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين، وضيفتنا اليوم ضيفة مميزة جدا، معنا الممثلة خيلولي تنو، مرحبا بك معنا. الله يسلمك عيشك ومشكورين على الاستضافة. شرفتينا. شرفتينا. لي الشرف أني نقعد بين أربع وردات. شرفتي الوردة اللي راكي بيها. راست في هذه البسمة وهذه الطيبة. الله يسلمك يعيشك. بارك الله عليك هذا الجمال أكيد. نروح ونشوفوا بورتري ونعود ونرجع عليك. تنو البنت الصحراوية اللي خطات خطواتها الأولى في المسرح وسنها ما كانش يتجاوز 18 سنة، شاركت لأول مرة في سيتكوم بنات 30، أدت فيه دور البنت الصحراوية اللي جات العاصمة للبحث عن العمل. سنة 2018 شاركت تنو في فيلم كالكو غراندو سابل، أدت فيه دور شخصية خيالية تملك قوة خارقة لتحرس الصحراء من السرقة. تنو كان لها كذلك مشاركة في فيلم زافيرا الملكة الأخيرة اللي مثل الجزائر في مهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا، وفي سيتكوم ماينا للمخرج وليد بوشباح. دخلت تنو عالم التنشيط في أحد البرامج التلفزيونية، واليوم نخلوكم تكتشفوها أكثر على بلاطو جلسة ونسى. برافو برافو. حبيتها انا تنو. انا حبيتها وغرمت بك وغرمت بك تنو انا. الله يبارك. انا حبيت اسالك سؤال، شنو شعورك كامراه جزائريه صحراويه قدرت باين من انه حلم انك تكوني على تلفزيون وتمثلي، كيفاش كانت كيفاش شعورك انك لحقتي اليوم من راكي اليوم؟ والله يعني كما نقول انا في بداياتي كي بديت في المسرح كانوا يجوا يعني كي نجوا يديرونا دي ستاج يقول لي عندك وجه سينمائي، كنت نضحك يعني انا من طمرس واش راح يديني نخدم سينما في الجزائر يعني شغل حاجه مستحيله من بعد مع الوقت حتى لقيت روحي في الشاشه، والله فرحانه وفخوره بنفسي جدا وفخوره بالناس اللي كانوا يعطوني توصيات وكانوا يعلموني. هل صرتي حاسة نفسك سفيرة نوعا ما لهذه المنطقة تمراس، المنطقة صحراء الجزائر، بما أنك أنت وصلتي والآن عندك منبر، هل النساء في تمراس محملين لك رسالة ممكن لازم توصليها بما أنك تعبري عليهم؟ أكيد كل ما نجي عندي حصة ولا يشوفوني في عفسة يقولوا لي هضري على هذه العفسة وري هذه العفسة، لازم شغل نكون سفيرة اللباس التقليدي ولازم نكون سفيرة تاع اللهجة نتاعنا ولازم نكون نوري عاداتنا وتقاليدنا. بعض الاحيان نقول لهم ما نقدرش يعني نكون سفيره اللباس التقليدي مثلا وانا في مثلا سيتكوم عمل مثلا نقول سينمائي ولا مسرحي خارج عن التقاليد. يعني هذه النقطه بغيت نوضحها لانهم دائما يتفهموا الموضوع يعني يلوموك فيها يلوموني فيها يعني كل مره نقعد نبرر يعني ما نقدرش نكون انا سفيره لباس مثلا. واليوم لابسه لباس من الصحراء الجزائر صح؟ لباس من الصحراء من اي منطقه؟ هو لباس افريقي يسموه الواكس ولا طنفة. تنو لو سمحتي انا حبيت نسقسيك على تم نراست وشنو هما النشاطات الثقافيه اللي نقدروا نصيبوها لتما ونقدروا نحضروا لها؟ والله نقد نقول لك ان الثقافه تم نراست ما كانش منعدمه، عندنا دار ثقافه وعندنا مدير ثقافه، لكن النشاطات ما كانش حتى نشاطات يعني قليله جدا حتى نقدروا نقولوا ميته كاع في طمرس بالاخص المسرح. انا كل ما يسقسوني على المسرح في طمرس نقول لي المسرح في طمرس دفناه، ما بقاش للاسف يعني ما كاش نشاطات اللي باينه في. وانت كاينه النشاطات اللي تقدري انت ديريها لتما ولا اللي درتيها في بداياتي؟ طبعا بديت انا في طمرس كانت عندنا نشاطات في دار الشباب وفي دار الثقافه، اما حاليا يعني ما كان والو، كلش كيشغل محتكر على فئه معينه اللي لازم تخدم في هذيك البلاصه، الا ما كانش هذيك الفئه ما حتى واحد ما يتحركش. يلا تنو انا حبيت نسقسيك على شيء اخر، انا شفتك لعبتي دور في مسلسل او فيلم بنت الصحراويه اللي تنقلت من الصحراء الى الجزائر العاصمه، وللاسف خليني فقط ربما نوضح على هذا الشيء انه العديد من الممثلين والممثلات مهمشات او مهمشين لانهم ما يسكنوش الجزائر العاصمه، اصبحت يعني المنطقه اللي لازم تسكني فيها وديبلاسي لها باش تقدري تخدمي اي عمل ليس فقط في التمثيل. انا كذلك مانيش بنت الجزائر العاصمه وتنقلت باش نحقق حلمي ونكون صحفيه، فربما تلقيت العديد من العراقيل، اولها محاربه الاسره، انك تقولي لداركم ولا توجهي العائله تاعك الصغيره كامراه اكيد،
وتسافري من بلد الى بلد، خاصه لما الطفله تكون شي متزوجه توجور نقعدوا تحت الاسره، يعني كيفاش وراحت والجي وكذا منا وعار ومنا، خاصه في الصحراء يعني عندهم بزاف هاد النقطه يدقوا عليها، فربما محافظين يعني محافظين بالدرجه الاولى. فربما شنو هو العرقله اللي لقيتيها، وهل هذيك الشخصيه اللي لعبتيها مثلت حقيقه يعني كانت شخصيه تاعك في الفيلم؟ هي والله زعما اللي كتب السيناريو كانه كان يعرفني كانه كان يعرفني صح، يعني كان الدور كان يحكي لها بنت سيناريست كان حلمها انها تكتب دي سيناريو وتشوفهم على الشاشه، فيعني كشغل حاربت اهلها ودارت عليهم ضغوطات على انها تتنقل وتعيش في العاصمه باش تحقق الحلم نتاعها، ولكن انا مانيش من النوع اللي باغا نتنقل ونستقر في العاصمه باش نحقق حلمي. انا دائما نقول لهم انا ضد فكره انه لازم كل شيء في العاصمه، لازم نجي للعاصمه باش نخدم، لازم نكون هنا مستقره باش نخدم، لا صاصبح هكا ولات هكا، هي ولات هكا بصح يعني حتى نحن رانا نساهموا فيها. علاه انت مثلا انا كممثله او انت كصحفيه لما تحتاجني وعلى بالي باللي وعلى بالك باللي عندي قدرات اللي زعما كي تجيبني نشرفك، جيبني وانت عاودي ترجعي انك يجيبني ما تقدريش تخدمي في بلادي، بصح انني مستقره اني مستقره في طام الراس، بصح جيبني نخدم في العاصمه. على من اللوم من اليوم بصراحه؟ يعني انا حبيتك عبر موقع التواصل الاجتماعي نشوفك من الخارج، حبيتك لانك جيتي يعني نشوفك عندك مواقف وعندك كلمات تقول البيضه بيضه وكل حاجه في بلاصتها، فحسك جريئه عندك شخصيه قويه. على من اللوم اليوم؟ اللوم يبقى على نقدروا نلوحوا اللوم على المنتجين مثلا، لانه منتج باش يعيط لك مثلا، انا شخصيا صرات لي شحال من مره يعيطوا لي الو وين راكي في طام الراس، كوبي كلش باش ما يخسر عليك يعني. ايوه باش باش ما يخسرش عليك ما نعيطلكش ما تجينيش للاسف يسمى يعني. هنا اللوم يقع على المنتجين. يعني انت باغي انسان يخدم في العمل نتاعك جيبه متواثق من قدراته، يعني جيبه خسر عليه باش تلقى انتاج مليح. شتي تعاودي ترجعي الفكره تاعي انه لازم تكوني متواجده في الجزائر العاصمه. انا ضد، انا متواجده في طام الراس واللي باغيني راني في طام الراس. شوفوا شخصيه القوه، برافو. المسلسل ولا الدور اللي حابه تلعبيه؟ الدور اللي حابه نلعبه حلم انك تلعبيه. انا باغي نلعب دور وحده مافيا بالسلاح، عندها طاقة اجرام، ماشي بالسلاح غير بالخدمي و نلعبوا على الخفيف برك. نو صح، كاين هذا الدور جوبونس كاين بزاف ممثلات نحبوا حابينو، ايه باسكو علاش حاجه اللي ماناش نشوفوها بزاف عندنا، نشوفوا وجهك بريء ماشي تاع اجرام، نشوفوا ولا وين على بالك؟ لا لا ما تعرفيش، هذه هي ممثلة ما تعرفيش كيفاش يكون مكتوب، كيفاش الشخصيه راهي مكتوبه. بنشوفوا المراه ضعيفه وحاجه، عندنا قوه عندنا طاقه، احنا ثاني عندنا جانب اجرام. يلا عندنا ندعوا نروحوا هنا سويه نلعبوا دور بطولي. يا ربما على هذه على اللي حبيتي تلعبي دور العصابه استبعدتي انك تكوني في ايطاليا. كانوا العديد من الفنانين ربما اللي شاركوا معك في الفيلم وحضروا، وكان عندك دور مهم ورئيسي في فيلم زفيرة، اسكو كانوا عندهم اعتذارات ولا علاش؟ والله ما ضبابة على هذا الموضوع، ما على باليش اصلا باللي راحوا، حتى شنا لي فوتو بلي كاين فنانين اللي راحوا ما كانش من بين المستعدين، الله اعلم. كنت حابه تكوني؟ وي كنت حابه نكون، كان ماذا بيا نكون، مي الغالب جاي الايام ان شاء الله. ان شاء الله النجاحات الجايه. تنو حضرتك ام ما شاء الله، عندك بنيه؟ عندي بنت عمرها 3 سنين. بارك الله تربى في عزك يا رب. ان شاء الله يا رب. ما شاء الله، يعني جيبيها معك في الجزائر العاصمه لما يكون عندك ادوار او شغل، او الان مثلا انت في حوار، نعرف انه صعيبه على الام يعني تترك، احنا ممكن انا واميره نتركين ولادنا وفي تحضيرات. انا ثاني خليتها في طام الراس. الله يحفظها. نور ديتها معايا مره كي كانت صغيره كاع، كانت عندها عام وشهرين كي كنا نتورنيو ماينا في تيميمون، ديتها معايا لانها كانت صغيره بزاف وكان اول مره رايحه نسافر ونخليها، دوك ما عرفتش قادره نخليها، مي بديت بشوي شوي حتى هي بدات توالف بشوي شوي، يعني انها تريح. واذا جيك تصوير شهر شهرين ممكن مده طويله، كيفاش
تتركيها مع الأهل؟ على حسب ظروف الدادة، قالتي على حسب ظروف الدادة نتاعها. إن شاء الله أختي اللي تحكم لي بنتي، ربي يخليك ربي يخليها إن شاء الله يا ربي. دونك على حسب البروغرام نتاعها دونك نجيب بنتي ولا نخليها. شفتوا المرأة لما تكون عندها أحلام ومتمسكة بأحلامها رغم كل الصعوبات، يعني تبحل الأولاد والوالدين الزوج أمور لازم نتحدى، ولو الا كان ما تحديناش نحن اصلا باغين يقهرونا نزيدوا نقهروا رواحنا. لازم نكون انت ما ظنيتش يقهروك، تبارك الله عليك شخصيتك قويه وحابه تلعب مافيا. عندنا واحد الصندوق، صندوق الجراه. تفضل يعطيهولي. تفضل ياسين. شكرا اخ ياسين. شكرا اخ ياسين، الله يرضى عليك. شكرا. الكنز حتلقاي فيه اسئله جريئه لازم تجاوبي عليها، ما كاش مفر، ما لازم ما كاش بينتي لنا دوكا بلا حتجاوبي عليها. تفضلي. بسم الله. وقراي لنا سؤاله ونقرا السؤال. ولو كان ما يعجبنيش السؤال جاوبي بصوت عالي. نشوفوا الجرأة تاعك كيفاش. الحب واش يعني لك؟ جميل. واش يعني لك الحب؟ مهتاب. مهتاب الاب بنت. اسم بنتك ما شاء الله. مهتاب. مهتاب. مهتاب واش معناتها؟ مهتاب معناه نور القمر بالإيرانية. تبارك الله. وتنو وش معناتها؟ كنت حابة نسألك هذا. تنو على بالك حوست تال محوس تحوست ما لقيتش. كي خدمت في تيميمو قال لك تنو يقولوا الحاجة كي تطيب بزاف يقولها تنو. ولقيت عند الهنودة كاينة تنو. سؤال ثاني. كلمة جرحاتك. ما كاش حاجة تجرح. لا تجرح. بالك بالك هما لا سمحي لي بالك هما شاف حسوا رواحهم باللي جرحاتك. لا ما يقدروش يجرحوني. اوه اكتسبتي مناعة باش ما تجرحيش ولا دائما كنتي هكذا؟ هو انا من بكري هكا شويه، من بعد زدت اكثر مع المواقف اللي يولي يتعرض لها الانسان يكون قويه سينو خلاص ما يقدرش يكمل. شكون اقرب الناس ليك؟ اختي زهراتي حبيبتي. ربي يطول في عمرها ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. سؤال اخر. سؤال ثاني. واش تعني لك الصداقه؟ تعني لك الصداقه؟ الصداقه هي كلش، اكبر من الحب، اكبر من بزاف صوالح. كيكون عندك صديق صادق القول. صدوق كيكون. وهل متوفر في الوقت اللي رانا فيه صديق صادق القول صدوق؟ كاين كاين ولو انه قليل بصح كاين. انت عندك في حياتك؟ وي. ما قدرنا نعرفوا اسمها ولا اسم؟ فؤاد ميغيراغا امي في التمثيل ودوكا هو دونسير في البالي ناسيونال. ما شاء الله. تحياتنا له. اخر سؤال هذاك. هذا التالي. آه يلا. شكون خير المسرح ولا السينما؟ هذا السؤال عم تطرحوا شهرزاد. جاوبي جاوبي. شكون خير المسرح ولا السينما؟ بون قد ما نحن بالنسبه لنا نحن اللي بلينا في المسرح، قد ما تخدم تلفزيون قد ما تخدم سينما قد ما تمسح المسرح عنده واحد الروح، عنده واحد الحاجه ما كانش في السينما ولا في التلفزيون. يعني ما تقدرش تحط مقارنه بيناتهم، امبوسيبل. ما كانش مقارنه، كل واحد في بلاصته. صح في السينما تحس روحك شغل امام كاميرا ما تعيش ما يلحقكش هذاك الاحساس. نروحوا جينجل نعود نولوا عندي ليك لعبه رهيبه. وجدة؟ اكيد صح. قواعد اللعبه. حنلعبوا كويز وإذا ربحتي معانا راح تفوزي بهدية، وإذا خسرتي راح تكون عندك عقوبة. ياسين العقوبة تعيش. اتفق على ياسين. اتفق كبيرة ياسين. شكرا. العقوبة موجودة قدامك. لذيذة. اللي نبغيه لازم نبدلوا العقوبة. والهدية راح تكون من عند جاسمين داغا بيسبا. راح تربحي يوم روحي تنعي فيه روحك، هدية لنفسك، سبا، بيسين، مساج، كل هالأشياء. يلا رأينا موجودة. أول تحدي راح نسمعه موسيقى، ولازم تعرفي الاسم تاع المغني
والأغنية العنوان. معليش تعطونا الموسيقى؟ يعني ما عنديش مع الغناء اي غير هنا اي غير هنا قاتكم بالتوك يقولها اي هنا طلبتي الفرق صرتي خسرتي لازم تاكلي حاجه واش ناكل اشربي القهوه اشربي قهوه بشربي مليحه جغمي جغمه مليحه نحي العطش تاع تاع الطريق جايه نخطب انا عند الاتراك زعما صباره نسمعوا الاغنيه يلا نسمعوا تعرض عليك صوره على الشاشه ولازم تعرفي شنو هي الاغنيه اللي تجي في بالك حصلها الملح اعطونا الصوره نار الفراق نار الفراق ما عرفهاش ولا هذا الجواب الصحيح يقول محمي لانو ناضل بركان نسمعوها بعد دي العقوبة كل بركان حياة القضية كبرت فيها ناري ماشية نوجه له تحية لأخ محمي لانو أغانيه رائعة جدا عقوبة جميل عضي مليح لا لا شوية تقبيلة بزاف وضربك كان صحتك جميلة الطعام والله التحدي الثالث والأخير نعطيك واحد اللعبة ركزي معايا في الشروط تاعها شروط تاع اللعبة ما تقوليش وي إيه نعم لا لا خدمتي في رمضان في برنامج ياك خدمت هاكي طولي هاكي طولي بالجواب بس هاي تغش هاي تغش يلا عندك دراري عندي طفلة بنت ما شاء الله جيتي لينا في الطيارة في الطريق خيرك يجيع شوية خيرك يجيع طريق كانوا لي سوكم برمو يلا آخر واحد كي البراجات قولوا والله صح هاي سيبا آخر سؤال تفضلي معاك هديتك وروحي وتدعي تفضلي هديتك من عند جاسمين انا جايه معاك غير ما ديري ليش هكا انا جايه ما تديش خسرتيها نشكروا جاسمين داغابي سبا على هذه الهديه ما يغسيبوكو وان شاء الله تفيدك سيختو هنا المغال ايوه الاول لحقنا لنهايه الحلقه تاع اليوم نشكروك على هذه الفقره الجميله اللي مضيناها معك نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك ان شاء الله تلحقي القمه يا رب وتحققي كامل نجاحاتك ان شاء الله يا ربي هذا هو الهدف نتاعنا اننا نكونوا في القمه وقبل ما نختم اني شفت صورتي لها أنا حاضرة معكم يعني كل يوم. شوفوا راح نتذكروك ما شاء الله. زميلاتي شكرا. أنتم أعزائنا المشاهدين تلقوا حلقة جديدة عفوا وحبيت نقول لكم حاجة بنعاود نولي لموضوعنا اليوم أنكم ما تخلوش ناس تدنى لكم وتحقركم بدون ما تشكيوا بها وتجيبوا حقكم مادام كاين قانون صاهر على هذا الشيء وإن شاء الله يا ربي واحد ما يبتسكم وإن شاء الله ما صاركمش قضايا لكن إذا صارت لكم التجؤوا دائما إلى الشرطة الجزائرية والأمن الوطني نتلاقوا فيكم في حلقة جديدة مع السلامة